شاء الله هنعمل مع بعض العجوة بالبيض بطريقة سهلة جدا. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا، هي وصفة قديمة وأهالينا كلهم يعرفوها وطعمها تحفة. الوصفة بتاعتنا هي العجوة بالبيض. العجوة بالبيض كلكم هتستغربوا طبعا، بس صدقوني دي وصفة جميلة وطعمها تحفة. العجوة معروفة اللي هي مسكرة وطعمها حلو، طبعا احنا لو ضفنا عليها البيض، البيض بيقلل من حلاوة العجوة وبيبقى طعمها تحفة. المقادير اللي معايا العجوة اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده من البلح الناشف، هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. حوالي كوباية كبيرة عجوة وبيضتين ومعلقة كبيرة زبدة. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. حطيت الطاسة بتاعتي على النار، هنزل بمعلقة كبيرة زبدة. الزبدة تسيح، هنزل عليها على طول بكوباية كبيرة من العجوة. خلاص معلقة الزبدة ساحت، هنزل على طول بكوباية العجوة. هقلب العجوة في الزبدة لحد ما تطرى خالص. قلبت العجوة في الزبدة لحد ما العجوة بقت طرية زي ما انتم شايفين. هنزل عليها ببيضتين وهقلب البيض مع العجوة. لحد ما البيض يستوي وينشف. خلاص البيض نشف زي ما انتم شايفين، هطفي عليها كده تمام. اهو يا حبايب قلبي العجوة بالبيض بعد ما خلصت، بصوا شكلها جميل ويفتح النفس ازاي. لو عجبتكم طريقة عمل العجوة بالبيض ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.